الفلوجيسون ابي بروسف كي استاثيتي سوئريني باسي كي طبنغماتي سو أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي أرسل تلاميذه القديسين المكرمين ورسل الأطهار في العالم كله ليكرزوا بإنجيل ملكوتك ويعلموا كل الأمم معرفتك الحقيقية، نسألك يا سيدنا افتح آذان قلوبنا لسماع أناجيلك المقدسة. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم وافتح حواس نفوسنا ولنستحق أن نكون ليس فقط سامعين بل عاملين أيضا بأوامرك المقدسة كما سرت الله أبيك الصالح. وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري متى البشير بركاته. والملكي بركاته على جميعنا. يدخلنا للملك عذارى في إسرها، جميع صاحباتها له يقدمنا، يدخلنهن بفرح وابتهاج، يدخلنهن إلى هيكل الملك. مبارك الآتي
باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان خمس منهن جاهلات وخمس حكيمات. وأما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنياتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي منتصف الليل صار صراخ، هوذا العريس قد أقبلا، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإنا مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا، فالأحرى أن تذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة لله دائم.
إني ثواب انت باي هوبي أواي بي أواي كتاب فرا أني من را تنتبي خريستوس أربرز فافين أريا غانو تنشيسن لفترن تسيوتوكوس ماريا سمافن بن سوتيرن تفكانين نوفين تو بهم بشويس اريغون تي اغي اماريا تي مجدليني نمني هيوم فايسوجن انت فكان نوفي نانيفول تو بهم بشويس اريغون بياسلو فوروس مارتي روز بي اغيوس ابا مينا انت فكان نوفي نانيفول جافس مروت جافيوت نمشيرين باب نف ما يسواب تترياس جيك فولت نوشت مستنتي اوناس ان صوفيا ثاو بروس خمين كيري ليسون Κύριε ليسون خن أوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين أخطيت سامحوني سلم لأجل استيمة أن يكون إذ Σλήν ευλογήσον Επί επροσευσίστος ετήν Προερήν υπάσι Και το πνεύμα ετήσω Αιώχα المسيح إلهنا القوة المخوفة غير المفهومة التي لله الآب الجالس فوق العرش الملتهب الشاروبيم والمخدوم من القوات النارية وأنت نار آكلة كائلة من أجل تنازلك غير الموصوف ومحبتك للبشر لم تحرق الدافع الغاش عندما دنا منك بل قبلته قبلة المصاحبة جاذبا إياه إلى التوبة ومعرفة جسراته اجعلنا مستحقين نحن أيضا يا سيدنا
في هذه الساعة المخوفة بفكر واحد بغير شيء من التشكك وبقية الشر أن يقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة ولا تطرحنا في الحكم إن لم نكن حسب ما يرضي صلاحك أنقياء بالكمال من حمأة الخطية والخبث وتذكار الشر القاتل لكن أنت بتعطفك غير الموصوف ولا مخبر به إذ تعرف ضعف وانغماس قبلتنا إلى أسفل امحو كل أدناس سيئاتنا لكي لا يكون لنا دينونة ولا وقوعا في دينونة هذا السر الذي لله صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم لأنك أنت القادر أن ترفع كل الخطايا وتنقل الظلم والآثام التي للناس الأشقياء إذ أنت طهر العالم كله وأنت الذي ينبغي لك التمجيد بصوت واحد من كل أحد المجد والكرامة والعظمة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرأس قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا شفعة والدة الإله القديسة مريم يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح الروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة تسبيح
محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم ومع روحك أيضا أين هي قلوبكم هي عندي مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرء غير المحوى غير المبتدا الأبدي غير الزامني الذي لا يحد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك العروش الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئيين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا أيها الجلوس قفوا أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم لنا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام مصاف غير المتجسدين لدى البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسله أولئك
بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفتر ونبارك عظماتك. إلى الشرق أنظر أنت هو القيام حولك الشيروبيم والسرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وبإثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بإثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبح Oh, 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 oh.
بالحقيقة أنت أيها الرب، وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار، هو نور جواري وغير موصوفة هي قوة حكمتك، وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني، إذ لما أكون أقمت السماء لي سقفا وثبت الأرض لي لأمشي
على أيام. من أجل ألقم طلبة، من أجل أظهرت طبيعة الحيوان وأخضعت كل شيء تحت قدامي، لم تدعني معوزا شيئا من أعمالي كرامتك. أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي ورسمت فيا صورة سلطانك، ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم، وأعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكتها. الموت غرس واحد نايتني أن أكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصايا أنا اختطفت لي قضية الموم. خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال، كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط، رعيتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض، أعطيتني الناموس عونا، أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسي كنور حقيقي، أشرقت للضالين وغير العارفين. Ah, 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 ah.
الكائن في كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوى إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العاب وباركت طبيعتي فيه وأكملت ناموسك عني وعرفتني القيام من سقطاتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أذلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد عرفتني قوة سلطة وهبت النظر للعميان أقامت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطو احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصياد وخديك أهملتهما لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البوصى حمل حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي
قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت بكورتي إلى السماء، أظهرت لي أعلان مجيئك، هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد للموت عن حياة العالم. آمين. ونظر أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بالعيب ولد ناس الطوبويتين المحييتين، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكرا. آمين. وبركه. آمين. نؤمن ونعترف ونمجد وقسمهم، وأعطى أيضا لخواص التلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين
يعطى لمغفرة الخطايا أز أصنع لزين هذا هو بالحقيقة آمين هكذا الكاس أيضا بعد العشاء مزج من خمر وماء وشكرا آمين وبركا آمين وقدسا آمين وأيضا نؤمن ونعترف ونمكن وذاق وأعطى أيضا لخواص التلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذاكرين وهذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك ونتضرع إليك يا إلهنا ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى ألام المقدسة وقيامة من بين الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور أوثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد
الخبز اجعله جسدا مقدسا له ربنا وإلهنا. هذه الكاسة أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا حياة أبدية لمن يتناول منه أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم الذين يرعونهم ثبتهم كيري ليسون عتيبا للإكليروس نسكا للربان والراهبان يا رب طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين كيريا ليسو رحمة للتائبين صلاة للأغنياء يا رب ارحم وداعة للفضلاء معونة للمساكين كيريا ليسو الشيء قويهم الذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم غير المؤمنين ردهم لتنتهي انقسامات الكنيسة كيريا ليسو حل تعاظما للبدع ونحن كلنا احسبنا في وحدانية التقوى أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرجوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامعة
الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب ارحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من وجع من أسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب بطري أركان الأب المكرم رئيس الأساقف الباب الأنبا تودروس الثاني وأخيه الروحي ماري أغناطيوس إفرايم الثاني بطريرك أنطاكيا وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا يوسف. سلام لك لرئيس كانتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخيه الروحي ماري أغناطيوس إفرايم الثاني بطريرك أنطاكيا وشريكه من خدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا يوسف وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم الذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة أنام بهم على كنيستك المقدسة انقطعك بسلام. اذكر يا رب أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإيبوذياكونين وسبع طغمات كنيسته. يا رب ارحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابطا الكل. يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي له كل المواضع كل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب ساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب صعود مياه الأنهار في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح ولهونا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعوننا نحن البشر ويعطي النجاة البام ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الارض ليروح صوتك ثمر ثمارها اعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا نحن كلنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ ما تكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم
أعطهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا. كتشي إنو إبسي شي ما إمتنو أو إكيري أون إمف مف إني إث أو أبتيرو إتفرنك يجنب إنا ناني أوتي إث أو أبني باتريارشيس ني بروفيتيس ني أبوستولس ني رفهويش ني إفانجيلستيس ني مارتيروس ني أومولوغيتيس نم بنف ما نفن نسمي تبغو كيفول خنف ناهتي إن هو أزيس يسواب اسمهن أو إتوين بارسينو سنسيو نفن تيسي أوتو كوس السواب تأغيي ماريي نم بي أجيس يؤنس ببرود رموس وفابتستيس أوهم مارتيروس نم بي أجيس تيفانس بي بروتو زياكونوس أوهم بروتو مارتيروس نم بي أجيس ماركوس بي أبوستولوس أستوهب إن إفانجيليستيس أوهم مارتيروس نم بي باترياشيس أستوهب سيفيروس نم بي أجيس كيريلوس نم بي أجيس واسيليوس نم بي أجيس غريغوريوس نمپنیوتن ذیکه اوس پینش تی آفا انتونی نمپس می آفا پاولی نمپش امتس اواب آفا مکاری نمپنیوت آفا یو انس نمپنیوت آفا پیشوی نمپنیوتس اواب ان رومی اوس مکسیموس نمدومیتیوس نمپی می اپسیت مارتیروس نمپی گورس اواب آفا موسی نمپنیوت آوا پخوم فتی کنونیا نمپنیوت آوا شنوتی بارشم ندرتیس نمپنیوت آوا نوفر بیانا خوریتیس نمپنیوت آوا ساموئیل بی اومولوگه ایتیس نیم بخورس ترفنتینی سواب انتاک هاولی لزیم سورات مطلبات مرحمنا کلنا معن وانقذنا من اجل اسمك القدوس المبارک الذي ضع علينا نية وسمارتون نيران انتن نيوت سوافن بطريارشيس ايطا فين كتب شو سمارتون نوبسي شتيرو او انت افكان النوفي نان ايفون كيري ليسون إربو اسمو إثواب شو بين من آمين لوكساسي كيري كيري ليسون كيريلي إيسون كيري إفلوغيسون كيري أنا بفسون آمي الذين أخذت نفوسهم ومعهم أنفس عبيدك المرحومين عواطف عبد الملاك سميحة رياض يعقوب جورج أسامة فيليمون كمال نجوى حبيب كيرلس مال
سري كيرلس مسيحا، نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. كما كان هكذا يكون من جيل جيل وإلى دهر الدهور. آمين. عهدنا إلى ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا. نشكر الله الآب الضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية. غاير الميتة كراتور ابشويسي بنوتي. امين امين كيري ليسون بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيها الابن الوحيد الإله الكلمة الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي، ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز في حبا بينا، وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم، نحن الذين صرنا مديونين
للعدل الإلهي بذنوبنا، وهو الذي دفع الديون. التألم على التنعم والشقاء، على الراحة والهوان على المجد، والصليب على العرش الذي يحمله الكروبيم، قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من ربطات خطايانا. تواضع ليرفعنا، وجاع ليشبعنا، وعطش ليروينا، وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، وفتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسدي لنغتسل من أثامنا، وأخيرا ما أتى ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة. خطاياي الشوك الذي يؤخذ راسك المقدسة، أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة، وما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمل على منكبي هو صليب العار الذي حملته عوضا عني؟ ما هذا أيها الفادي؟ ما الذي جعلك ترضى بذلك؟ أيها العظيم
أيو أيزل الممجد أيوضع المرتفع يا لعظم حبك. نعم هو حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل العداء من أجلي. أشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الآلام. ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. أعطي يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي وإكليل الشوك مجدي وأوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فقري وشكري. يا جراح المسيح أجرحيني بحربة الحب الإلهي. يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من أجلي. آدم المسيح طهرني من كل خطية. يا يسوع حبيبي إذ رأيتني عدوا يابسا رتبني بذات نعمتك وثبتني في غصنا حيا أيها الكرمام. تناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك مؤهلا
للاتحاد بك لكي أنادي أيها الآب السماوي بنغمة البنين قائلا يا أبا أنا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. خم بيا خريستو Jesus Ben Shois Toski Falosi Moon Tokereio Ekli ضعفنا أيضا واخفر لي خطايا الكثيرة حيث كسر الاسم لتكسرنا كنعمتك من أجل خطايا خاصتنا نجسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس حللنا يا سيد وحلل كل شعبا كل خطية كل جحود كل يمين كاذب كل ملاقات الأراد قلوة سنية أنعم علينا يا رب عقل وقوة فهمنا رب تام كل أمراضي اصنحنا أن نصنع مرضاتك واكتب أسماء مساسة. اذكر يا رب سلام كنيستك، اذكر أبينا البابا البطرن كان بطاودروس، وأبينا المطران المكرم أنبيوس، اذكر شعبك وكنيسة، اذكر أبائي رمز، اذكر أبي يا رب شوي أنت قادر، أننا علينا خاطر أمك. Arif ma vip shoin sin den sos moero Suti samin ke tob nivmat somet au vosti obros khomen Amin kirie leison kirie leison kirie leison القدسات القديسين بارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح قدوس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين ريني باسي نوماتيسو جسد مقدس دم كريم حقيق ليسوع المسيح ابن لنا امين امين مقدس وكريم جسد دم حقيق ليسوع المسيح ابن لنا امين امين بصومن بصوفن دمن والبنوتي فيبخنو مثمي امين آمين 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 أؤمن 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 وأعترف نفس الأخير إن هذا جسد محل الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا
والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، قال وحملت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بلاص البنطس سلم عنا الخشوع الصليب مقدسة بإرادة وحدة عنا كلنا. في الحقيقة أؤمن أن الأوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفران خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن هذا بالحقيقة. أمين. كل مجد وكرامة. أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن. حقيقة. أمين. أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا. في بيتي سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم. عسيك ريا زوك انت فغوم
بقيتي سجيس مبارك الآتي باسم الرب ساعات القديسين مبارك مبارك الآتي باسم الرب اسمه Oh,
Theos Imon Alleluia Alleluia صوت ميرون وو